مالك يا وحيد يا انت بتقرش كده ليه؟ في ايه؟ جالي جرب يا بابا، جالي جرب. جالك جرب بيتك يا ابو والكلب ده رجع تاني؟ مش تقول ان الجرب بتاعه معدي؟ اتصرف يا بابا، انا جاي اسمي عيد نار. طيب انا هجيب المسهل اللي هي جايباه، امسله وامسلك. دقيقه واحده، دقيقه واحده. نمنا ازيك؟ لا بسيطه خالص. لا مستشفى ايه؟ مش مستاهله، انا كويس، انا في البيت. انت فين؟ انا وصاحبتي بناكل في مطعم اكله مشطش. يعني لو ليك في الشطه تعال. شطه؟ لا لا لا، بموت في الشطه طبعا. ايوه بس انت اديني العنوان. مع السلامه. عزمان على الغدا، عزمان على الغدا. يلا يا وحيد يلا، افرد نفسك قدامي كده عشان امثلك. لا لا تمثل ايه يا بابا، ده انا عندي ميعاد مهم جدا. طب الكلب ده ما يقعدش دقيقه واحده في البيت، ده لازم تسربه في حته بعيده قوي. وديه الوحات. لا ده انا كنت اصل انا افتكرت ميعاد مهم جدا، وبعدين الكلب كانت نفسيته تعبانه يعني، فقلت انزل افرجه الشارع. قد ايه انت انسان؟ زي الجمل في شروخه، زي الحصان في اصالته، زي الحمار. بقول لك ايه، انا اتاخرت على الميعاد بتاعي، وبعدين الكلب قرب يتخنق. ها بيحبني؟ اعمل موضوع التأمين ده يعني، بس عشان افلام الاكشن اللي بعملها وكده، بس مش عارفه كل مره بتراجع كده. علشان انا ما كنتش في حياتك. انا بحب الشطه جدا يعني، وبستغرب جدا الناس اللي بتحب الشطه. انت بتحب الشطه؟ بحبها. شويه زي ما انت حضرتك عايزه. والراجل بقى اللي ما يحبش الشطه ده ما يحبوش خالص. لا انا بصي يعني انا بعشق الشطه، الشطه دي يعني رمز الرجوله. بحط شطه كتير قوي، ده شكله هيموت مننا. شطه تاني؟ هتشيله تاني، هتشيله تاني. بنتي ده هيموت منه. مش مهم، خليه يفطس. انت كويس استاذ وحيد؟ بس انا حاسه انك تعبت شويه. او ممكن اطلب من حضرتك طلب؟ اتفضل. ممكن ادخل الحمام؟ ارجوك. مش هخرج الا بعد نص ساعه. هو انت تاني وفي عز دخول الكابينيه؟ ايه الصدفه الحقيره دي؟ فعلا يا فندم، هي صدفه معفنه قوي. معفنه يا معفن، ده انا هخرب بيت. في حاجه يا استاذ؟ مين نور؟ ابعد عنك نور، مفيش باب تاني يخرجني من هنا. في ده طول قوي. يا حرام، الحقوني. ده راح فين ده؟ مش مصدقه. مفيش حد يا فندم جوه في الحمام. هعمل ايه في الشنطه دي؟ انت بقى سيبيها له هنا تبقى الاطلال بتاعته. ما تجربي تكلميه على التليفون. مين اشريه؟ دي نيلي كريم يا وحيد، نيلي كريم. ما تردش يا اخويا، ركز في اللي انت فيه. ما بيردش. خلاص يلا بينا، ملناش دعوه بقى. يلا يلا يا نيلي. في ايه حكايه نيلي كريم دي معاك؟ اجيب له ميه سخنه يا دكتور. والله مش عارف، هو ده مش دكتور؟ تعالي بقى نفتح الشنطه ونشوف فيها ايه. ما يصحش برضه، احنا مش هنسرقها يا نيلي، احنا بس هنشوف فيها ايه. اصبري، نعرف ده مين، نتاكد. نيلي الحقي، ده طلع دون جوان. حرام عليك يا بنتي، ده غلبان جدا يا بنتي. دي طريقه جديده، بس صدقي ذوق حلو قوي. بصي، يبقى الموضوع مش موضوع بوليس التامين. بس ده ما ردش على تليفوني لما كلمته يا بنتي. الشنطه دمرته، قضيتي عليه.
بصي هاتي الحاجات دي بقى انا هوديها له البيت. الموضوع مستحيل. طب ممكن اتفرج على بقيه الصور؟ بطلي يا بنتي دي مسؤوليه ما يصحش. نيلي استني ما نشوف بس بقيه الصور. انا هتصرف وهوديها له بكره الصبح. دي مسؤوليه برضو. يلا حبيبي انت اهو. يلا حبيبي يلا حبيبي يلا. اي حد يجي هنا تسلم عليه ولا ايه؟ ابات يلا. مين دي يا ابني؟ ممثله. ممثله. اي والله يا اهلا وسهلا يا المنوره. حضرتك ايه؟ عشان استاذ وحيد. استاذ وحيد صح. استاذ وحيد فريد. ايوه اتفضلي. يلا يا ابني خلاص. هو هو الفنان ده ما يعرفش يمشي عادي ولا ايه؟ يلا ممثله. يلا حبيبي يلا يلا اخويا امشي. يلا يلا يا فرجه. ميرسي انا خلاص كده عرفت العنوان. لا والله لا يمكن. انا لازم اوصل حضرتك وانت راجعه مع الله اكبر الله اكبر. انتوا بتصوروا حاجه هنا؟ ها يا ما شاء الله ما شاء الله. مساء الخير يا عم. عمه ده انت اللي عمه عمه المنطقه كلها. يا انت ذبحتيني في فيلم الارض. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلي في الصالون طبعا. ولا فيلم اريد حلا ملوش حل. يا عمي ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ انا ما عادي ترى استاذ وحيد صحي. مصحي ده لو ما صحيش اموته. اتفضلي. يا سلام ده لازم يصحى. لو ما صحيش اموته. اه طبعا. حلو قوي قوي دي. ولا فيلم ابي فوق الشجره مش ممكن مش ممكن. يا بصراحة حضرتك يعني منورة الدنيا والبيت بيتك. خدي راحتك زي ما انت عايزة. انت ايه ولا ايه؟ فوق فوق خالص فوق فوق. لا شوف وشك بسرعة والبس. يلا تعالى خد خد امسك امسك. انت بتفر ايه؟ ارميه ارميه. خد الكلمه منها بابا. يا عبده شيله انت انا متوضي. خلاص حضرتك انا هشيل مفيش مشكله خالص. على العموم يعني انت منورانا. ايه طيب ابقى فاكرها. شاطر شاطر. انت تعبت نفسك. انا كويس الحمد لله. لا مفيش تعب ولا حاجه. انا بس قلت اجي اطمن بنفسي. على فكره احنا كنا ناويين نبيض الاسبوع الجاي وحياة ربنا. لا لا بالعكس البيت لطيف قوي. بالعكس ده بيفكرني ببيتي في اسكندريه اللي انا اتولدت فيه. بس مش قوي يعني شويه. انت كده هتخليني احب البيت والله. طب هات الكلب عنك عنك. ايوه طب بالراحه شويه بالراحه. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. الله ارنب. بوسه من بقه. بوسه. احسن تشرب ايه حضرتك؟ لا حضرتك مالوش لزوم خالص. لا لا لازم تشربي حاجه. الناس تقول علينا ايه؟ خلاص شاي يعني. جايب لي جنبه بقى سندوتش على ذوق يا هوا. تشرب ايه حضرتك؟ كابتشينو اكسبريسو بس سوبرانو. اما انتوا يا ممثلين عليكم طلبات. يا بابا كابتشينو كابتشينو. انا بصراحه كده قلقت عليك امبارح. هو انت رحت فين؟ اصل انا امبارح دخلت الحمام من هنا بابا اتصل بيا على الموبايل وكان تعبان جدا. بعد الشر عليه. اه والله كان ضغطه كان عالي وكان سكر منخفض وكان محتاج نص نقل دم. الف سلامه على بابا. الله يسلمك. ميرسي. اتفضلي يا حبيبتي. لك زخانه مش عارفه يا بابا. زخانه ايه يا بابا؟ حضرتك تطلب حاجه غير الاكسبريسو سوبرانو ده؟ خلاص يبقى كافيه لاتيه. احنا تشرب شاي. خلاص هو هيشرب شاي وانت بقى اعمل له عشان انا تعبت. انا برضو. ايوه اتفضل. ما اعرفش مين ضحك على الواد وحيد ابني امبارح واكله شطه. الواد جالي وهو بيموت. عمره في حياته ما اكل شطه. هو يا جماعه انا كان نفسي اقعد معاكم شويه بس هي عندي تصوير يعني. وشاي؟ لا معلش فرصه ثانيه بقى. مع سلامه. مع الف سلامه. انا كان نفسي اتصور معاكي. ايه ده انت مستعجله على ايه؟ انا فعلا متاخره قوي. على فكره الراجل اللي قاعد ده مش تبعي خالص وشكله كمان كده مش طبيعي. ولا مدير اعمالك؟ خالص. طب اجي اوصلك. لا 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 مفيش داعي خليكوا هنا. كافيه لاتيه. ها كابتشينو سوبرانو. ها عامل لي فيها جيجي لامار ده. طب سيبتك سوبر. اضرب يا علي في الباب عقبال ما اخلص عليه. انا عايزه اعرف الست نيلي كيم الممثله كانت بتعمل هنا ايه بالظبط. كنت تعبان وجايه تزورني وتطمن عليا ولو غيرانه ومتضايقه نسيب بعض عادي جدا. مين قالك ان انا متضايقه؟ ده مظهر واحده متضايقه يا عمي.
تعال شوف ابنك اللي اهله ما عرفوش يربوه بيتصرف ازاي. اهله ما عرفوش يربوه، هي دي اخرتها؟ بقول لك ايه، اصطفلوا مع بعض، انا مش ناقص وجع دماغ. شفت حتى باباك متضايق منك. مش متضايق اهو، متضايق منك. انا بقى هعيط اتصيف. روحي روحي اتصيفي جنب اي حد. ايه انا كده هي مساعد وزير الداخليه وانت ليه حد من يعني يا نياطه والحياه طول مليح ده بيشتمك يا بابا. الله يسامحه، ده طلع حكومه. اجيب لك هوت دوج مكفاه الجلوكوز اللي انت بالينا بيه ده. ايه يا عم مالك فيه؟ ايه عاوز اكلمها. هتقول لها ايه؟ مش عارف، مش لاقي حاجه. سيب الموضوع ده عليا انا معلم. هتعمل ايه؟ ياما مشاهد مهمه في السينما وقفت قدام مؤلفين كبار والعبد لله هو اللي حلها. طب ما تنقذنا الشيء. مفيش غير الميت. تغيرنا فينا شريف. ما تقلقش ما تقلقش شريف، انا هستناك بره. يا عم تعالى مفيش حاجه ما تقلقش. طب انت سامع صوت الرياح دي؟ ما المكان ريحه حلو. ايوه بس مفيش هوا بره خالص. بصوا هنا بحري. ايه الدوشمه اللي انت جايبنا فيها دي يا شريف؟ يا ميت يا ميت. يا نهار ازرق، ده لسه طالع من علبه الشكمان طازه. مين؟ انا شريف. شريف مين؟ احمر على ابوها بطيخ. احمر على ابوها بطيخ. ايوه افتكرتك يا نجم. قمر يا باشا، عايزينك في مصلحه كده رفيعه هتاخد فيها قرشين حلوين. عينيا يا باشا. عايزين نتفس الشنطه دي في عربيه. شنطه مين دي؟ لا مؤاخذه دي شنطتي انا يا عم الله يرحمك. بالنسبه لي يا اخويا انا مش فاهم حاجه. في حاجه يا استاذ؟ واقف هنا ليه؟ عايز حد يا استاذ؟ الاثنين متفضطين، افتح مين فيهم؟ مش اهدى، انا هعرف لك حالا دلوقتي. ايه جعان ولا ايه؟ سجاير. اوكي اوعى تنرفز نفسك، حالا هعرف لك اللي انت عايزه. اهدى 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 يا استاذ. الو، ما انت بتتكلم زينا اهو. عليك الجيزه. بقول لك ايه، شيل العربيه بدل ما هشيلك من هنا، تفهم ولا لا؟ وانا كل ما اكلمك تولع سيجاره. انت مش عارفني؟ لا مش عارفك. انا ممثل وانا سايس. العربيه دي مرسيدس. لا والله يخرب بيت برجلك. احمر على ابوها بطيخ. اقول لك انا صبرت عليك، هشيلك من هنا وربنا. لا 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 مش ممكن. هو يا عم. لا مش هو. والمصحف هو الممثل يا عم. مش بهله. لا لا هو شريف. شريف انا اسمي العمور. ايوه بطيخ. مش ممكن هو يا عم. قلت لك والله العظيم. وحضرتك برضه حضرتك. لا 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 مش انا. لا